ابتكر طفل مغربي صغير ينحدر من العاصمة الليبية فاس طائرة مروحية صغيرة اعتمد فيها على أدوات وتجهيزات بسيطة. حسين ابن عوينة الحجاج البالغ من العمر 16 سنة فقط والذي يتابع دراسته بتفوق يتمتع بعزيمة قوية ويؤمن جدا بهوايته في تجريب الأشياء ومحاولاته المتكررة في مجال الابتكار والاختراع. هذا وناشد أحد الفاعلين الجمعويون من الجهات المسؤولة أن تمنحه العناية اللازمة وتقدم له يد العون من أجل توفير الظروف السليمة لاختراعه أو عرضه وتسويقه للجمهور وأيضا لتسهيل الصعاب التقنية والمادية من أجل دعمه لابتكار مزيد من الاختراعات. على بعدي على شوية ما تلقى واحد هابط على واحد وتضوك تلقى مع الحجرة خاوية شوية دي ماري هلنا نشوفه كذا تدد صوب واحد طيارة ربما يمكن طيارة يمكن عرفت يمكن طيارة. بالنسبة للسي حسين الصحيمي صراحة عجبني بزاف يعني ديبي كيما بارلي دو سو سوجي لأن علاش عنده طموح قوي بزاف وباغي يوصل يعني بهذا الشيء يعني بهذا التحدي يعني حتى النهاية ديالو. 16 عام. ندخل فيها إن شاء الله. 16 عام شنو درتي شنو صنعتي؟ المهم انا اول نهار كنت باغي اول نهار طحت في هادشي ديال الصنعه كنت قريت على الحراقه قريت على التوازن قريت على شنو هي بالضبط انسياب مع الهواء كنت اول حاجه صوبت وخقيت على هادشي ما كنتش عندي فكره باش نصوب طياره بالضبط حيت كنت عندي ديك الفكره بانها صعيبه باش تطير كنت صوبت باطو في قلب طوموبيل الى حد انا راه كاين في لابوراتوار ديال المدرسه بغيت شديت وقف السيلو واحد النهار كنت دخلت من الكراج شديت وقف السيلو بديت كنرسم هادشي صافي رسمت لقيت راسي رسمت الهيكل ديال الطياره ما تيقتش راسي المهم بديت كنرسم رسمت حسبت الجناب ديال الطياره ديال الجناح ديالهم حسبت شحال يكون في هذا شحال يكون في هذا حسبت الكتله المجموع حسبت خصهم يكونوا انسياب مع الهواء نجرتهم مزيان والكونت بلاك حتى هو حسبته مزيان المهم ومن سالت هادشي كامل لقيت بان الهيكل واجد كلشي كاين باش طير وبديت كنجمع المواتر جمعت شي 10 ديال المواتر وكلشي ملي كنخدمهم كنخدم معاهم الفرفرات ما كنلقاش الموتور عنده شي حاجه باش يزيد المهم فكرت لقيت هذا جمعت هذا فيه 24 فولت وهذا فيهم 12 هاد الجناح فيهم 12 ومن درت لهم نهار الاول حجره لقيتهم خصهم يزيدوا شويه ديال الطاقه ودرت لهم جوج حجرات عاد درت لهم جوج حجرات حيت جوج حجرات بحال جمعت جوج حجرات في حجره واحده ومن درت هكا ساليتها صافي درت كلشي كنت درت لها واحد الرويد هنايا وكانوا داك الرويد كيعوجوا كانت ملي كتحطها وكتشوفها من بعيد كتلقى عوجه وكانت هذيك العوجه وكان داك العوجي ديالها ما كانتش موضحه لي بانها باغا طير داكشي علاش فكرت ولقيت هذا الرويد واخا تقالي شي شويه واخا تقالي حيت واخا كيكون ثقل لازتي غير الجهد ما كاين مشكل خصك تزيد ثقل وتزيد الجهد حيت لازتي ثقل ما تزيد الجهد صافي ما غاديش يطلع لك خصك لابد يكون عندك الثقل خصو لابد يكون عندك الجهد